مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يتفقد سير الترميمات في ديوان المحافظة وكلية الشرطة. نائب وزير الأعلام يلتقي بعضا من الصحفيين والإعلاميين بالمكلا. تنظيم تأبينية شيخ الصرافين بحضرموت الفقيد عمر عبد الله با عيسى. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه نائب وزير الإعلام حسين با سليم، وناقش المحافظ مع نائب الوزير أوضاع المؤسسات الإعلامية والواقع الإعلامي في حضرموت. وأشاد با سليم بالنشاط الإعلامي في حضرموت رغم شحة الإمكانيات وصعوبة الظروف الحالية، مشيدا في الوقت ذاته بدعم المحافظ البحسني واهتمامه بالمؤسسات الإعلامية ودعم استمرار نشاطها، وتبني المحافظة لمرتبات الموظفين والميزانيات التشغيلية بسبب الوضع الحالي واهتمامه بعودة الوهج الإعلامي لحضرموت. وأكد المحافظ أن المؤسسات الإعلامية تحظى برعاية ودعم قيادة السلطة المحلية انطلاقا من إيمانها بأهمية الإعلام، وتتكفل بتبني ميزانياتها ومرتباتها بسبب توقفها لسنوات، وتسعى لانتشال هذه المؤسسات ودعم خطط تطويرها. تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم سير الترميمات الجارية بمبنى ديوان المحافظة بمدينة المكلا، وإعادة تجهيز مكاتبه وبعض مكاتب الوزارات داخل الديوان القديم بتمويل من السلطة المحلية. كما اطلع المحافظ بمعية نائب وزير الإعلام حسين با سليم ومدير عام مكتب الإعلام بساحل حضرموت عمر مطران ومدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن إسحاق ومشرف القناة مجاهد بن علي الحاج على العمل الجاري لإعادة تشجير وتجهيز حديقة الديوان والمكاتب الإدارية والفنية بقناة حضرموت الرسمية الواقعة داخل حرم الديوان، والتي تم إنجاز إعادة تشطيبها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على سير العمل في كلية الشرطة بحضرموت ضمن زيارته التفقدية لمباني الكلية. واستمع المحافظ البحسني في زيارته إلى شرح واف من قبل القائمون على العملية التجهيزية حول ساحة ومنصة العروض بالكلية، مؤكدين على تسليم المرحلة الأولى في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذه الزيارة. من جانبه أكد عميد كلية الشرطة العميد ركن محمد سالم مديحج على سرعة التنسيق ووضع الخطط وتحديد الاستراتيجيات الإدارية مع تحديد موقعها، وذلك ضمن المخطط الإنشائي للكلية. بدوره أشار البحسني بسير العملية وسرعة تسليم المبنى حسب الموعد المحدد، كما أشار إلى زيارة مرتقبة وقريبة جدا لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، مشددا بتوجيهاته رفع مستويات الجاهزية الأمنية على محيط المبنى لحمايته من أي قوى تحاول المساس والضرر بالكلية، وموجها ببدء الدوام الرسمي لإدارة الكلية ابتداء من الأحد مطلع الأسبوع القادم. هذا ويذكر أن الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس الجمهورية للمحافظة والتي أعلن عنها محافظ المحافظة تعبر عن مدى حرص واهتمام القيادة العليا ممثلة في رئيس الجمهورية بما وصلت إليه وآلت له المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت. التقى نائب وزير الإعلام حسين با سليم بعدد من الصحفيين والإعلاميين بمدينة المكلا لمناقشة بعض من القضايا المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية العاملة بالمحافظة. وخلال اللقاء استعرض نائب الوزير نتائج جولته الميدانية إلى محافظة شبوة والمهرة وحضرموت، والتي اطلع من خلالها على وضع المؤسسات الإعلامية وبحث سبل تطويرها ومناقشة الصعوبات التي تعرقل سير عملها، مؤكدا على أن وزارة الإعلام تبذل جهودا كبيرة من أجل إعادة الكثير من المؤسسات الإعلامية للعمل بعد أن توقفت جراء انقلاب الميليشيات الحوثية والحرب التي شنتها على البلاد، مشددا على تكاثف الجهود في هذه المرحلة للارتقاء بالمؤسسات الإعلامية المختلفة والعمل على استكمال تجهيز مؤسسة دار باكثير وتطوير صحيفة 30 نوفمبر وبناء مقر إذاعة المكلا الجديد ومكتب وكالة سبا بالمكلا وتنظيم
ترددات الإذاعات المجتمعية وتطوير أداء الكوادر الإعلامية والصحفية العاملة فيها. وطالب نائب وزير الإعلام بضرورة المهنية في تناول الأخبار ومختلف القضايا التي يثيرها الإعلام عبر وسائله المختلفة، داعيا مكتب الإعلام بساحل حضرموت إلى إعداد قائمة بأسماء الشخصيات الإعلامية التي قدمت خدمات صحفية كبيرة خلال السنوات الماضية لتكريمها. قام نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق المهندس خالد محفوظ بحاح بزيارته لمديريتي دوعا والضليعة. وأشار المهندس بحاح بتجربة تعليم الفتاة في مديرية دوعا التي حققت خطوات متقدمة وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال خلال زيارته لمجمع السيدة للبنات بالجمحي ومدارس بن محفوظ الأهلية بالهجرين مع مدير عام مديرية دوعا سالم بانخر. كما التقى بحاح برؤساء اللجان المجتمعية بمنطقة مديرية دوعا في قصر الشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان بخيلة، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته قوات النخبة الحضرمية في تأمين دوعا والمديريات المجاورة لها والسيطرة الأمنية على الجبال والوديان. وفي سياق متصل زار المهندس بحاح والوفد المرافق مديرية الضليعة، التقى خلالها بمدير عام المديرية ثابت بمسدوس والشخصيات والقيادات الأمنية بالمديرية. وعقب استماع المهندس بحاح من مدير المديرية عن المواقف الأمنية بالمديرية، ثمن المهندس بحاح مواقفهم في الدفاع عن المديرية من بعض العناصر الخارجة عن القانون والدور الشجاع لتأمين مديريتهم. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بحضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون سير العملية الامتحانية في ثانويتي الصديق للبنين والبنات ومدرسة أروى للبنات وخالد بن الوليد للبنين للتعليم الأساسي بمديرية الديس الشرقية. وأكد الوكيل عبدون خلال الزيارة مع مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الديس الشرقية الأستاذ عثمان صالح باخوار على أهمية التنظيم الفني والإداري للامتحانات، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي تجري فيها العملية الامتحانية. ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عملية وضع أسئلة الامتحانات جاءت وفق المواصفات الفنية والفروق الفردية للتلاميذ والطلاب وشاملة لكل المقررات الدراسية التي استنتجت خلال الفصل الدراسي الأول، محفزا الطلاب والطالبات على بذل الجهود في المذاكرة والتنافس الشريف في التحصيل العلمي للحصول على المراكز المتقدمة. قدم المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد بإذن الله أحمد البحسني والذي ارتقى شهيدا خلال العملية الإرهابية الغادرة في مبنى مركز الشرطة بالشحر. وجدد العميد التميمي خلال زيارته لأسرة الشهيد في منزلهم بمدينة الشحر التأكيد على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة العناصر الإرهابية الآثمة التي نفذت الهجوم الإرهابي بحق المواطنين الأبرياء، وأن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسوي له نفسه المساس بأمن المواطنين وسكنتهم العامة، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد أحمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وأبناء حضرموت عامة الصبر والسهوان. ومن جانبهم عبر أهالي وأقرباء الشهيد أحمد البحسني عن ثنائهم وشكرهم للعميد التميمي ومرافقي من القيادات الأمنية لتجشيهم عناء السفر لتقديم واجب العزاء والمواساة. نظمت غرفة التجارة وصناعة حضرموت بمدينة المكلا حفل تأبين الفقيد شيخ الصرافين عمر عبد الله باعيسى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في حضرموت وبرعاية كريمة من محافظ حضرموت. واستعرض القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية مجدي بوعابس إسهامات ونشاطات الفقيد عمر باعيسى في المجال التجاري والاقتصادي ودوره البارز في الغرفة التجارية وخدماته للقطاع التجاري والخاص في مجال الصرافة. وفي كلمة لأسرة الفقيد قال ابن الفقيد خالد عمر باعيسى أن الفقيد رحل وترك لنا بصمات في العمل التجاري والاقتصادي والاجتماعي والخيري. وقال مستشار محافظ حضرموت علي عبد الله بارشيد أن رحيل الفقيد يعد خسارة على حضرموت، مقدما تعازي السلطة المحلية لأسرة الفقيد ومبتهلا للمولى أن يغفر له ويرحمه وأن يجعل أعماله الخيرية في ميزان حسناته. وأشارت كلمة أصدقاء الفقيد إلى أنه كان يساعد المحتاجين وله بصمات في العمل الخيري ويتحلى بالخلق الحسن والصفات
الصفات الطيبة في تعامله مع الآخرين. وتخلد التأبيني قصيدتين شعريتين رثاء للفقيد بعيسى، واختتم التأبين بتكريم أسرة الفقيد الشيخ عمر بعيسى بدرع الوفاء. دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومدير عام مديرية أرياف المكلا أحمد سليمان العكبري الوحدتين الصحيتين بمنطقة ثلة بعمر والحجيرة بمنطقة أرياف المكلا، وبتمويل من مشروع دعم الاستقرار في اليمن للوكالة الألمانية جي آي زد. وأطاف جريري والعكبري حول الوحدتين الصحيتين والإطلاع على جميع الأجهزة الصحية والأثاث وكافة أقسام الوحدة. وأشار مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور رياض الجريري إلى حاجة الأرياف لمثل هذه الوحدات الصحية التي تخدم المجتمع بشكل عام والمناطق الريفية بشكل خاص. وأثنى مدير عام مديرية أرياف المكلا على دعم مكتب الصحة والسكان للقطاع الصحي بالمديرية وكذا الوكالة الألمانية جي آي زد على تمويلهم الوحدات الصحية بالأرياف. تسلمت إدارة مركز غسيل الكلى بالمكلا من جمعية الهلال الأحمر اليمني المنحة الطبية المقدمة من الصليب الأحمر الألماني. وتحتوي المنحة على مواد طبية ومستلزمات ل 1500 جلسة غسيل كلوي بالمركز. وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت الدكتور مرتضى بن يحيى أن هذه المنحة الطبية تأتي لتخفيف معاناة مرضى الغسيل الكلوي في إطار أهداف الهلال الأحمر اليمني وعمله الإنساني في خدمة المجتمعات. بدوره عبر مدير مركز الغسيل الكلوي بالمكلا الدكتور أحمد العسكري عن شكره وتقديره لجمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت لتقديمهم هذه المنحة التي ستسهم في تخفيف معاناة المرضى المترددين على المركز. وعلى صعيد منفصل، التقى رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت بنائب مدير عام هيئة مستشفى ابن سينا الدكتور فتحي بامطرف لمناقشة أبرز احتياجات المستشفى في الظروف الراهنة. واستعرض الدكتور بامطرف أبرز الاحتياجات للمستشفى التي ستسهم ديمومة الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية التي تقدمها المستشفى للمجتمع في هذه الظروف الصعبة. شهدت مدينة سيئون مهرجان للموروث الشعبي للألعاب الشعبية بمشاركة 13 حافة من مديريات وادي حضرموت ضمن فعاليتها السنوية بإقامة مطلعها السنوي مطلع المطالع. وانطلقت فعاليات مهرجان الموروث الشعبي للألعاب الشعبية الشبواني من أمام مكتب بريد سيئون وسط استقبال مقادمة حافة الحوطة بسيئون والشخصيات الاجتماعية وواجهات الحافة وصولا إلى ساحة مسجد الرياض. ورسمت المشاركة لوحة جمالية للموروث والفلكلور الشعبي الأصيل في لعبة الشبواني، وساهم رجال الأمن والسير بدور فعال في إقلاق جميع المداخل لسوق مدينة سيئون من الآليات والمركبات التي اكتظت بها ساحة المهرجان. ينهي اتحاد ألعاب القوى بساحل حضرموت عصر يوم الجمعة في 28 من ديسمبر أنشطته وبرامجه وفعالياته لعام 2018 بتنظيم مهرجان ألعاب القوى للأطفال من عمر 10 إلى 12 سنة بملعب الفقيد باراد بالمكلا. واطلع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل الكابتن حسن مسجدي على التحضيرات الخاصة بتنفيذ هذا النشاط خلال لقائه اليوم رئيس اتحاد ألعاب القوى بساحل حضرموت الكابتن سعيد عبد الكريم بايميري. وأشاد مسجدي بجهود اتحاد اللعبة في تنوع أنشطته والاهتمام بالفئات العمرية داعيا أن يكون العام المقبل أكثر تميزا في كل الألعاب. واستعرض بايميني برامج مهرجان ألعاب القوى للأطفال الذي سيقام لفعاليات النجمة والقفز بالزانة والرمي من الجثو والوثب من القرفصة والمكوكي وقفز الحواجز. ويهدف المهرجان الاهتمام بهذه الفئة العمرية الهامة وإعدادهم للمستقبل. بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محافظ حضرموت يتفقد سير الترميمات بديوان المحافظة وكلية الشرطة. نائب وزير الأعلام يلتقي بعضا من الصحفيين والإعلاميين بالمكلا. تنظيم تأبينية شيخ الصرافين بحضرموت الفقيد عمر عبد الله باعيسى. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.